الحمد لله وفقنا ربي وحققنا الدوبلي هذا العام ومازال خير ان شاء الله لكم. الحمد لله كما قالوا الناس بكري اللي يزرع يحصد، وحنا الحمد لله تعبنا وربي وفقنا وهاي النتيجه تاعنا. واش شاف يعني نبداو؟ السلام عليكم، معكم ماضي امين، بطل جزائر، بطل عربي، مدرب في الفوفينام فيت فوداو، صاحب 25 سنة. دخلت الرياضة هذه في أواخر سنة 2010، كانت تعجبني بزاف. الحمد لله خدمت وكملت في هذه الرياضة وحققت بعدة إنجازات، وذكرني مدرب وعندي أبطال جزائريين. كرياضي كيما يقولوا كنت أتلات كيما كاع لي زاتلات، حبيت كيما يقولوا نجرب مهنة التدريب. دخلت قريت درت ستاج في مهنة التدريب بسنة 2018، تعلمت بزاف صوالح وبديت نخدم في مهنة التدريب سنة 2020. لمدة 4 سنوات حققت عدة بطولات وعدة أبطال جزائرية، يعني هي ما كاين حتى اختلاف. هي أنا عجبتني مهنة التدريب حبيت نجربها برك، والحمد لله قدرت نوفق بين مهنة التدريب وكرياضي. الأسبوع المقبل كنا في كأس وطنية، كانوا عندي رياضيين حيشاركوا كأس وطنية، الحمد لله تحصلت على الكأس الوطنية هذه. ومورها بأسبوع كانت عندنا كأس وطنية لصيف أكابر، أنا دخلت كرياضي والحمد لله تحصلت على الميدالية الذهبية. صعوبة لقيتها كمدرب، يعني أنا كي بديت هذه مهنة التدريب بديت برياضيين، يعني كانوا صحاب 9 سنوات 10 سنوات، يعني خدمت لمدة 4 سنوات باش قدرت نكون هذو الأبطال اللي راهم دوكا أبطال جزائريين، والحمد لله حققت الدوبلي العام هذا كمدرب. النصائح اللي كنت نقدمها للرياضيين انهم لازم ما يفشلوش في هذه الرياضه، ما كاش حاجه تجيب سهل، اي حاجه تحب توصلها انك لازم تخدم عليها وتتعب عليها وتصبر عليها. وكنت ننصحهم باش يوفقوا بين الدراسه والرياضه. الحمد لله كانوا عندي رياضيين يعني طاحت لهم الكاس هذه في 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 في, في امتحانات تاع شهاده التعليم المتوسط، الحمد لله داو شهاده التعليم المتوسط بمعدل 15 وكان يده معدل 17 وتحصلوا على ميدالية ذهبية. يعني الرياضيين توعي كيفاش يوفقوا بين دراسة ورياضة. كنت نعطيهم أنا برنامج تاع تدريب وبرنامج تاع وقت اللي يروحوا يقراو فيه كليكور ويقراو فيها في اسمه. درت تربص مغلق للتحضير للكأس الوطنية هذه. كانوا رياضيين كيما يقولوا يبداو التدريب تاعهم من 9 ل 12، كانوا رياضيين اللي عندهم شهاده تعليم متوسط كنت نلقاهم على 11 يروحوا يقراو لي كور يعاودوا يوليو العشيه يونطرينو، والحمد لله وفقوا بين دراسه ورياضه بمعدل يعني الله يبارك يملكم 15 و17 وتحصلوا ايضا على ميداليه ذهبيه في كاس الوطنيه. الكأس الوطنية بقسنطينة هذه كنا حضرنا لها قبل الكأس بواحد 20 يوم، كنا نديرو درت لهم تربص مغلق في داخل القاعة، كانوا يدربوا صباح وحشية، ودنا أيضا تربص موهب شابة اللي خاص بي ولاية بومرداس كانوا يحضروا مليح. وأيضا أنا ما يخفاكش كنت نحضر الكأس الوطنية تاعي في بجاية مع زميلي في القاعة. الحمد لله يا ربي وفقنا، وكما يقول والتعب يجيب نتيجة والحمد لله. يعني كاين رياضيين في اختصاص منازله كيما يقولوا كومبات، كاين واحد 3 رياضيين ولا 4 كانوا زايدين في الميزان تاعهم اللي تاهلوا فيه. كان عندي ميزان دائما نحطه قدام يعني قبل التدريب وبعد التدريب، وكنت نعطيهم برنامج تاع اكل، والحمد لله مشاو كيما يقولوا بالقواعد تاعي. وهذه هي يعني. لا ما كانوش معترضين، كل واحد في كل رياضي كان عارف واش يستنى فيه، وكان عارف واش من نزال يستنى فيه، المنافس يستنى فيه، كانوا كاع كيما يقولوا مشتهيين باش يدخلوا النزال ولا باش يتحصلوا على المرتبه الاولى. الحمد لله مشاو بالقواعد هذه وما كاش فيهم اللي دخل زعما باش يوزن في المنافسه ولقى روحو زايد ولا قصاوه، الحمد لله كاع دخلوا وكاع تحصلوا على المرتبه الاولى. الحمد لله البطولة هذه اللي درناها الأخيرة
يعني ما نكذبوش على روحنا، كانت صعيبة بزاف من ناحية المشاركة اللي شفنا. كانت 21 ولاية شاركت و 96 نادي شارك وأكثر من 1000 رياضي شارك. الحمد لله تعبنا كما يقولوا وخدمنا، والفرحة تاعنا يعني فرحنا بزاف ورجعنا المدينة تاعنا، درنا تكريم للرياضيين تاعنا، فرحنا والحمد لله يا ربي. طموحي مستقبليا كمدرب نكمل مع هذو الرياضيين ان شاء الله ونوصلهم اعلى المراتب، ان شاء الله يكونوا ابطال عرب، ابطال افريقيا، ابطال عالم، وقادرين عليها ان شاء الله. عندي ثقه كبيره في الرياضيين تاعي، مام هما عندهم ثقه فيا. ان شاء الله نزيدو نخدمو ونتعبو كيما دينا الدوبلي المره هذه، دينا بطوله وزدنا دينا كاس، نزيدو ان شاء الله نخدمو اكثر ونطوروا روحنا اكثر وان شاء الله نوصلوا للهدف تاعنا ان شاء الله. طلبات تاع اي رياضي لوزارة الشباب والرياضه ولا السلطات المعنيه بالامر انهم كيما يقولوا يتهلاو في هذو الشباب. ما كاش يعني شباب، ما كاش شاب زعما راهو المجتمع اللي نشوف فيه، ما كاش شاب راه شغل راهو عاجبو الحل في الشيء اللي راه فيه، كاع راهم يتمنوا باش يدخلوا الرياضه هذه. ان شاء الله يشوفوا في الشباب هذو، يوفروا لهم الامكانيات، يوفروا لهم قاعات، يوفروا لهم كيما يقولوا ملاعب باش يدخلوا الرياضه هذه. الاتحادية العربية نظمت بطولة عربية في شهر أكتوبر إن شاء الله في دولة لبنان. مازال مديناش التحضيرات تاعنا، نورمالمون التحضيرات راح يكونوا في أواخر شهر أوت، راح نحضروا لها مليح ونخدموا لها مليح وإن شاء الله ربي يوفقنا ونحافظوا على اللقب العربي. وما يخفلكش أيضا إن شاء الله بعد شهر أكتوبر أي شهر نوفمبر كاينة كأس إفريقيا بدولة كوت ديفوار، راح كيما يقولوا راح نخدموا مليح وراح ندخلوا في ليستاج باش نحافظوا على اللقب تاع الافريقي اللي حققته المنتخب الوطني. ان شاء الله راح نخدموا لها مليح. وما يخفلكش ايضا كاينه بطوله عالميه 2025 الله اعلم ما حتنظمها هنا في وهران ان شاء الله، راح نخدموا مليح لازم باش نحافظوا على اللقب تاعنا ان شاء الله. يعني صح واش راكي تقولي، يعني السخانه نفسها في الصيف الجزائر معروفه كيما يقولوا بلا ميديتي. ما يخفلكش حنا التربوسات اللي انا نديروهم اللي نديروهم نديروهم في اعلى الجبال تاع جده باش نتاقلموا مع الجو اللي راح يكون في كوت ديفوار. ونورمالمون ايضا راح ندير التربوس ايضا في بسكرا ايضا باش نولفوا الجو هذا. والحمد لله ماشي جديده علينا، ايضا كاين رياضيين راحوا شاركوا في نوفمبر في بطوله عالميه في فيتنام، كانت كيما يقولوا درجه الحراره عاليه كثيرا على درجه الحراره تاعنا، وكان كيما يقولوا انقلاب شغل الساعات، هما عندهم الليل احنا عندنا النهار، وتاقلموا وتحصلوا على المرتبه الثانيه عالميا والحمد لله. كريم اخيرا نشكر قناه رؤيا تي في وكل طاقم قناه رؤيا تي في على حفاوه الاستقبال، نشكركم وان شاء الله ربي يوفقكم ومزيد من التالق والنجاح ان شاء الله.